المره دي؟ والله بسبب الموجه الصيفيه دي كان حصل ديك اللي هي الثلاث ايام ديك الاسعار بترتفع والدنيا كلها بتتغير بسبب الزراعه نفسها بتبوظ، فالفلاح نفسه بيغلى اسعار. النهارده الطماطم دي يعني هي كده كده ما بتستحملش بالصيف، الجو حر، فبالتالي اسعار بتبقى طالعه. سعرها ايه النهارده؟ النهارده والله بيبيعها 3 جنيه يعني. تمام. دي كده لا البطاطس فيه بين نوعين بطاطس، انا عندي بطاطس تحميل هنا ب 4 جنيه، وفي اللي هي بطاطس تاريخي ثانيه ب 2 جنيه ونص ب 3 جنيه اللي هي البصل. البصل ب 3 جنيه القديم الجديد دوت. في عندي بصل قديم. لا الفلفل الالوان والله بقى يعني بقى له زي اسبوع ماسك ب 20 جنيه وب 15 جنيه، يعني احنا بنجيبه من السوق ب 15 جنيه عشان نبيعه، انا مش هبيعه اقل من 18 جنيه. تمام. فهو اصلا غالي. البتنجان ب 4 جنيه. لا هي بقيت الاسعار متهاوده يعني، التوم هو طبعا خلاص كل سنه طيب التوم عشان خلاص كده كده، فهو التوم غالي اصلا ب 10 جنيه. الجزر ب 4 جنيه. فهو بس بالنسبه للموجه هي بيبقى الاسعار مش ثابته يعني، بيبقى لها بسبب درجه الحراره. نار اغلى حراره الجو. طبعا اللحمه زادت جدا، السمك زاد جدا جدا، الخضروات عموما زادت من غير تبرير. انت عارف حاجه كل معظم الحاجات اللي بتتكلم عليها دي مش مستورده، مالهاش علاقه بالدولار، عشان قلنا الدولار زاد فالحاجه زادت. مش عارف الباميه ب 21، البسله مش عارف ب 8، اسعار غير عاديه. احنا دخلت رمضان ما عارفين ان رمضان اصلا بيبقى فيه سحبه يعني بتتخزن، والرز طبعا ب 8 جنيه واللي سوري يعني حاجه اللي انا ما تفهمش ليه، مع ان الرز احنا بنصدره وبنستورده. طبعا اخواننا المستوردين ربنا يكرمهم بيصدروه ويصدروا لنا بالغالي، وكمان حتى يعني اصناف اصناف اقل من بتاعتنا 10 مرات. انا دور الحكومه ايه انا مش عارف بصراحه. هو محدش نازل الشارع يشتري عشان الموجة حر، لا في بيع ولا شراء. الخضار زي ما انت شايف دي اهو من الحر بنرميه، خضار جاي الصبح اترمى من الحر اهو، لا حد بيقول لك بكام ولا حد بيسال. عندك الباميه هي كانت ب 20 جنيه الاسبوع اللي فات، النهارده ب 10 جنيه بسبب قله البيع. فاصوليا ب 5 جنيه، بسله ب 5 جنيه، كوسه ب 4، ملوخيه ب 2 جنيه، شيري ومشروم وجنزبيل زعتر الطبق ب 5 جنيه، بتنجان رومي ب 2 جنيه، فلفل 4 جنيه، جزر ب 3. مفيش اقبال على البيع والشراء، الناس تعبانه بسبب الامتحانات والدروس الخصوصيه والفاتوره النور غاليه والميه غاليه، الناس بتعاني كتر خير المواطن، الناس ما عادش فلوس خالص، الناس بتصرخ. يعني اللي بيمشي بيقول لك الا منظر الخضار فريش بس معهوش فلوس، كتر خيره كتر خير محدوده الدخل الثاني برضه. الراجل ما بيشتريش لحمه، اللحمه ب 100 جنيه بيجي ياخد كيلو بطاطس ب 2 جنيه، على كيلو قطه مستويه بجنيه، بيبيع من الصينيه بخمسه تكلفه 5 جنيه. يا يعني كتر خير الناس، الناس تعبانه، كله بيصرخ. جميع السلع واقفه مش الخضار بس، خضار وفاكهه واسماك ودواجن ولحوم كله بيشتكي. والله حضرتك يعني اللي احنا بنسمعه في السوق بعض الاشاعات وبعض الحاجات اللي التجار بيعملوها الجشعين ان ارتفاع سعر الدولار هو سبب لارتفاع الاسعار، ولكن احنا المنتجات المصريه موجوده يعني ما فيش اي تغيير طرا عليها، واحنا ممكن نعوضها عن المنتجات المستورده، ولكن بعض النفوس الضعيفه هي اللي بتعمل ارتباك في السوق وبتخلي المستهلك اللي زي حالتنا كده اللي بياخد المنتج علشان يستهلكه هو اخر ايد بمعنى اصح، هو اللي بيبقى تعبان وهو اللي بيشتكي من ارتفاع الاسعار.